السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبة قلبي، إن شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم في أحسن الأحوال. ونقول باللي اللي جا وزارني نقول لكم باللي مرحبا بكم، وإن شاء الله يا ربي القناة تكون تعجبكم وتكونوا تاني منورين كما هاد الباقة الورود اللي راها منورة في الصالون تاعي. بغيت نتقاسمها معكم. جاتني أختي زيارة هي والراجل تاعها، وجابت لي هاد الباقة الورود الجميلة اللي فريمون كي نشوف أنا الورد راني ندوب وما تشوفونيش كي نولي دايرة. وجابت معاها تاني جابت لي هاد لو غاتو، لو غاتو انا تاني هاد لو غاتو لي انواع اللي نبغيهم بزاف انا، اللي تاع الكورني تاع بكري بالجنجلان، واللي غاتو تاني تاع لي غاتو ريس. انا ديجا سبق لي ودرته معكم هاد الوصفه تاع لو غاتو ريس، بصح الكورني هاني ما درتهاش معكم، ما صحليش الفرصه باش ندير هاد لو غاتو. وصراحه يعجبني بزاف، وعندنا واحد الذكرى معاه تاع بكري اللي فريمون ما ننساش هذا الكاطو كاع. الوغ نشكرها من هذا المنبر ونقولها ميرسي بوكو. دلوقتي كيما راكم تشوفوا معايا، بغيت نتقاسم معاكم بالتتمه تاع الفيديو اللي فات اللي قلت لكم كيفاش رايحه نعاود نبدل ديكو تاع لو سالون تاعي. الوغ راكم شفتوا من قبل كان عندي لو روز، كنت دايره في لو تيرم روز، دلوقتي بدلت لا كولور، درت حتى لا كولور اللي جايه موتارد مي كلير، ما جايش فونسي بزاف. لي كوسان هادو اني كنت شريتهم من اكسيون، كو سو سوا لو كلير لو بيج كلير، اي هادوك تاني اللي جايين موتارد وفيهم كيش طب هكا تاني بيج، وزدت معاهم هاد لا كولور اللي جايه روز مدخلين فيها شويه الموتارد. انا مداك عندي ليكليراج بزاف في الصالون، الوغ ما بانش هذاك بزاف لو روز مع الموتارد. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم هاد الكوسان ما شريتهاش من اكسيون، شريته من البابو، خاطر بزاف ناس اللي تقصيني من شريتي هادي من شريتي هادي. الوغ او ميم طون كي نكون نهضر معاكم في لي فيديو تاوعي نحوس كيفاش نتقاسم معاكم المعلومات باش نتفادى ونرد كاع على الاسئله. الوغ جو بروفيت هادو الزرابي تاع البطاين، انا نقولهم البطاين نيشان هما بطاين، كنت شريتهم من البوت فوالا. هادي تاع بوت سي لا ميور كاليتي، ما كاينش كيفها، مالغري شويه غاليين بصح فريمون تقعد كيما هي. اما بالنسبه للبلايد لكم اللي كنت تشوفوا فيه، كنت شريته من البابو خلصته نورمالمون يدير 29 اورو، كانوا دايناه برومو، عجبتني لا كولور، الوغ قلت بوركوا با جو شونج ان بو وندخل مع لو سالون تاعي. اما بالنسبه للديكوراسيون تاع لا تاب تاعي، هاد لو بتي تابي تاع الفورور شريته من اكسيون مؤخرا، باغي بور لو تاني لو فاز شريته من اكسيون بالورود تاني، هادي البوجي تاني شريتها من اكسيون مؤخرا. هي ما تجيش مع هذاك لو سيبور، مي انا قلحت هذاك لو فاز اللي درته في البوكي دو فلور وحطيت لو سيبور راكم تشوفوا، وحطيت هذاك الشمعه فوق هذاك لو سيبور فوالا. كانت هذه هي لا ديكوراسيون تاعي تاع تاع لو سالون ان بوبري. نبغي مره نبغي نبدل لي كوسان، انا سي بور سا شريت سان سالون سامبل اون كولور اوني باش نقدر نتحكم في لا ديكوراسيون تاع السالون تاعي. سكيفي غادي نبدل ساعه نبدل غير المخايد، ولا نبدل شويه ندخل دي كولور، وبيان سور الواحد ما يديرش نيمبورط كوا كوم كولور. راكم شفتوا كنت دايره ان بو دو موتارد، الوغ راكم شفتوا تاني لهيت المره ولا لا طابل فوق البوفيه تاعي، راني دايره دي بوجي جايين تاني موتارد ان بو بري، ندخل شويه لا كولور تاع الموتارد. ما بغيتش نكثر لا كولور موتارد في الدار باسكو انا عندي البيج تاني وعندي الدوري وعندي البلون، نبغي توجور الحاجه تكون ماشي مدكنه بزاف لي كولور. وراكم تشوفوا فيا دروك راني وجدت في الطابله تاعي، انا كنت دايره حسابي باللي غادي نفطروا في الدار، سي بوغ سا وجدت طابلتي ودرت هاد لو سيرفيس اللي راكم تشوفوا فيه. بصح راجلي قال لي نو فا سورتير نروحو ناكلو برا، قلت معليش نخلي الشي كيما راه ونلقاها للعشاء ان شاء الله. هاد كيما راكم تشوفوا هاد لي سيت دو طابلي سقسوني ليهم تاني شريتهم لا فوا فوي، وجاي شويه غاليين يديروا قريب 3 اورو الوحده، مي صراحه التقديم تاعهم يجي شباب بزاف. لي زاسيات تاني شريتهم من اكسيون،
اما بالنسبه لي زانو تاع لي سيرفييت جايين شغل اناناس هادو شيتهم من المغازان زوي كاين فيه بزاف صوالح اللي فريمون يهبلوا الوغ ما كذبش عليكم هو شويه غالي لي بري تاعه بصح كي نشوف حاجه شويه رخيصه ولا سافولكو وما نلقاهاش في دوطخ مغازان راني نشريها لي كويير لي كوفير شيتهم هادو ماشي شريتهم كانت جاتني هديه من عند خالتي من عرسي ودائما نستعملهم صراحه باقين كيما هما لي حاجه لي فريمون نغارديها سورتو صوالح من يكونوا كادو تاع العرس ولا الوغ تبقى حاجه توجور سبيسيال ولا حبيباتي كانت هذه هي لا ديكوراسيون تاع لو سالون تاعي كيما راكم تشوفوا معايا بغيت نبدل شويه لي كولور ما بغيتش نقعد توجور في لو ميم تيرم توجور لو دوري مع لو بيج مع المتارد وخليت هذيك باسكو انا عندي لي تابوري تاعي جايين شويه روز كلير سي بور سا دخلت كوسان ولا دو كوسان لي يكونوا شويه فيهم لو روز فونسي وهكا تحصلت على هذاك الشكل يكون شويه شغل واحد يبدل من لا ديكو تاع دار انا لا نبدل كي نشوف روحي مغمومه ولا سافا با ولا الوغ نروح نبدل لا ديكوراسيون تاع ماشي كاع لا ديكوراسيون من بدل هذا بهذا ولا باش النفسيه تاعي ترتاح في داري وفي المنزل تاعي هذا هو الشيء السر اللي باش يخليني ما نكونش مغمومه في داري اي فوالا كيما قلت لكم ايزون ديسيدي باش يخرجوا ياكلوا برا الوغ كنت دايره حسابي باش ندير فطور قلت بوكو با الواحد نهار شباب ايتو روحوا نخرجوا الوغ قروا باش يمشوا ياكلوا عند لو 22 لو 22 سي ان ريستوران اللي حل باسم 22 اللي هي من مدينه سيدي بلعباس وراه موجود في لا بلاص دو جود جوست عند لو سونتر كوميرسيال تاع جود ماشي بعيد بزاف غير حدا لي اسكاليي الكتريك فوالا غير هنايا راكم تشوفوا هنايا سي لا بلاص دو جود جوست من لهيته بزاف ناس بالك يعرفوه بزاف ناس تاني كاين ما يعرفوش ما نكذبش عليكم كانت في بلاصته افون كان تركي وتركي كنا احنا نمشوا عنده ديما ريغولييرمون بصح من بعد جهد العباسي ولد بلادي اللي هو نيميرو 22 كي شفته سبحان الله نحسب روحي راني في لا ماكتا واللي هي في بلعباس موجوده وراني ناكل في لا ماكتا في بلادي سي بور سا طون زون طون نبغي نمشي عنده نمشو عنده بيتو ماشي غي انا باسكو نبغي نمشي توجور مع وليداتي ولا ميم مع الحباب ولا فوالا كانت هذه هي المقدمه صديق الدخله كي ندخلوا بيتو ما بغيناش نطلعوا الفوق بغينا نقعدوا برا باسكو كان الحمان بزاف الواحد يبروفيتي باسكو حنا راكم عارفين حنا اليوم حامي وغدوه ماشي حامي الوغ جابلنا هذيك الخبزه تاع الخبزه تاع النم شنو نقول لكم في ميزون يديروها سور بلاص وشابه بزاف بنينه 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 وتقولي ناكلها غير هي انا ديجا غير بديت هاد الخبزه وسورتو مع داك الزيتون الحار ايتو ما نقول لكم شهيتكم في الجنه الناس اللي معانا هنا في كليرمون مادا بيكم ضربوا طله عند خونا العباسي واللي مشى عنده مادا بيه يقول له باللي جا من قبل فاتيموكي هو كي يقول له فاتيموكي راه يعرفني باسكو يعرف راجلي هو صاحب راجلي فوالا انا كوموندي هاد كل واحد وش يدير كاين سبيساليتي بزاف كاين المنيو عنده اللي بغى يزيد يشوف اكثر واكثر كاين لي سور انستغرام هاشتاغ جو بونس ريستوران 22 يروح ويشوف نخلي لكم لو ليان والرابط في صندوق الوصف هكاك يشوفوا واش كاين عنده المنيو ولا فوالا بغيت نتقاسم معكم وبغيت نحيي هاد النيميرو اللي فريمون كي نشوفه كيما قلت لكم نحس روحي بلي راني في بلادي مجمعه كاين بزاف لي ريستورون الحق في كلارمون فيغون مي توجور الواحد يحن لبلاده يحن لريحه البلاد ماكله البلاد ليسونسييل توجور كي نشوفوا حاجه تجبدنا هكا ولا راحنا نمشوا عندها ونطبوا عليها وش نقول لكم هذه هي حاله الغربه هذه هي اللي قاعدين هنا في البلاد نحوسوا غير الحاجه اللي تجبدنا واللي تفكرنا ببلادنا باهل تاعنا بحبابنا بلي سوفونير تاعنا تاني اللي بزاف صوالح خليناهم مورانا وصراحه انا غيدني حالي غيدني الوقت اللي وسورتو هذا العام صراحه حسينا بالغربه حسينا بها بزاف باسكو ما مشيناش اون فاكونس وقعدنا كاع هنايا باسين الوغ شنو نقول لكم واحد القنطره فينا سي بور سا الواحد يحوس وين يدرك راسه وين يخرج ديك الغمه تاعه
ولا حبيبتي هذه لا بلاص دو جو تاعنا كلارمون فيرون بزاف ناس اللي قالوا لي الا كان تقدري تورينا تفيزيتي هنا يليق الواحد يحط لا فواتور تاعه وما نقدوش نسيركلو في لا فيل بلا فواتور باسكو ما كاش وين نقارو ما كاش بزاف كاينه باركينغ سوتيران سيرت اي تو بصح ماشي معوايدي باش ندخل سوتيران ونقاري و سا برون بوكو دو طون سورتو كي يكونوا مع الاولاد الوغ راكم شفتوا نهار شباب بزاف 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 وبلاصتها تاعنا شنو نقول لكم شابه بزاف والباص تاني راكم عارفين سورتو كي يكون الماء تو هنا ما كاش الغاشي بزاف باسكو سيتي ان جو دو ويكاند وزيد بزياده راكم عارفين الكونفينمون حنا مازلنا رانا كونفيني ماشي كونفيني بصح الواحد يريسبكتي لا ديستانس كيما راكم تشوفوا على دايرين كاع لي ماسك باسكو ميتنون سي اوبليغاتوار في السونتر même barra surtout dans le centre commercial ou le centre ville c'est obligatoire après ailleurs je sais pas où dans les quartiers ou la mencharf je sais pas ou عند وين ندخلوا دروك لي سونتر كوميرسيو ولا سي اوبليغاتوار فوالا كيما راكم تشوفوا الاولاد راهم دايرين حاله باسكو واحد الحمان راه عندنا شنو لكم خرجت واحد لا تمبيراتور اللي الواحد كون يجبر روحه غير تحت الماء والحمد لله مزيه لا بلاص تاعنا فيها دي فونتين كيما راكم تشوفوا اوفير الواحد يقد يدخل يغطس يدير كيما يبغي وما كاش اللي يهضر معاه نخليكم بهاد خليكم مع لا فيديو ونتلاقاكم من بعد الخرجه تاعنا الخفيفه اللي درناها قبيلتينا فريمون صافي بليزير الواحد كي يخرج يبدل من الدار ايتو مالغري كنت عيانه مع الشقاي تو بصح انا كي نخرج برا راني نحيه ما نكذبش عليكم الخرجه راه تحييني وتنسيني هم الوشقه الدار الوغ بون المنيو تاعنا اللي كان سي بريفي باش نديره قبيلتينا راح نديره معكم دروك اللي هي بغيت ندير طاجين كوتلات مع الخضره حاجه خفيفه سهله ماشي زعما تاع 5 دقائق 5 انا نبغي الماكله تاع الطاجين شنو نقول لكم ما شاء الله تجي واحد البنه فيها سورتو هذا الطاجين تاع الطين اللي يكون بالطين كاين تاع الاينوكس كاين طاجين تاع الحديد تاع لافونت ولا مي صراحه ما عندها حتى
ما قدوش نقارنوهم مع هاد الطاجين تاعنا تاع الطين اللي يجي واحد البنه ولا اروع. الوغ انا نبغي نطيب فيه دي كوتليت ولا نطيب فيه تاني دي بولات ولا دي بتي مورسو دو فيوند. سا ديبون لا فيوند اللي بغيتوها. انا نبغي الطاجين تاعي يكون بلي كوتليت باسكو يطلق واحد ليدام ويجي واحد البنه ما شاء الله وما يشدوليش تاني في الطياب. الوغ درت شويه زيت وزيت زيتون غير حاجه قليله باسكو الكوتليت تاعنا شويه مشحمين. زدت لها قليتهم مليح 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 وعاود قلحتهم اكوتي درت البصله مرابيه ودرت شويه طوماطيس ثاني كلشي دخلته في الميكسر ودرت شويه حروش شويه زعفران شويه كمون شويه فلفل حمراء وشويه ثوم ثاني بودره. ثوم اللي ما عندكوش بودره ديروا العادي شويه كمون وشويه قرفه وشويه سكنجبير. انا نبغي ندير العطور في الطواجين تاعي ودرت ثاني الملح وخلط كلشي مع بعض. ومن داك درت شويه طوماطيس كونسونطري توجور نزيد معاها ومع يعني مرابيه ثاني طوماطيس شويه تاع سكر انا باش نيفيتي هذيك لاسيديتي وتجينا لاصوص تاعي حلوه. عاود رديت هذوك لي كوتليت تاعي في هذيك لاصوص. شنو نقول لكم تجي بنينه 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 بنينه. شوفوا كون نقعد ندربك حتى تكمل لا فيديو وانا نقول لكم في بنينه. والله صراحه شهيتكم في الجنه. الوغ زدت معاها غير كلك باتات كيما راكم تشوفوني نقطعها قطعتها بهذيك الكوبات تاعي اللي تجي مشرشفه. ما درتش بزاف درت غير حاجه قليله باسكو غادي ندير ثاني واحد لا تورت. وزدت لها ثاني شويه زيتون شويه طوماطيس تاع السوريز. راكم تشوفوا فيا بهذيك لابواريي راني نجبد في لاصوص ونديرها من الفوق باسكو باش ما تجينيش البطاطا تاعي صامطه. زدت لها غير شويه ملح شويه ماء وبلحت عليها وخليتها تطيب على اقل من مهلها. هنا غير دخلت الدار راني خدمت حشايه باش نقعد ترونكيل شويه ونريح باسكو عييت ثاني برا متمشية وتو. هنا كما راكم تشوفوا بغيت ندير معكم هاد لا تورت اللي تجي بنينه بنينه بنينه. درت ربع كيسان تاع فارينة ورايحة نزيد معاها. انا بالفارينة مانيش باغي نزيد معاها حاجة اخرى. هاد المقدار تاع كاس الكاس هذا راه يرفد لي واحد 100 غرام. فوالا نتوما ديروا المقدار الكاس اللي بغيتوه. درت ربع كيسان تاع فارينة درت ثاني مغرف كبيرة تاع سكر مغرف كبيرة ثاني تاع خميرة الخبز الملح وغادي ثاني نرونها بكاس تاع حليب. راكم تشوفوا هاد الكاس نفس الكاس اللي عبرت به الفارينة تاعي. ورايحه نزيد لها نص كاس تاع الزيت نفس الكاسه. راني يعني نقول لكم بالمقدار انا تقولوا لي شحال بالغرام. راكم شفتوا الفارينة كون توزنوها بالغرام وديروها بالعبر ما تعطيكمش نفس الميزان. الوغ قعدوا بالعبر اي كاس تبغوه هدوه هدوه. انا هاد العجينه دارت لي لا طوق تاعي المول تاعي ماهوش كبير بزاف ماهوش تاني صغير بزاف جاي مويه. لميتها بهذاك تاع هذاك الكاس تاع الحليب فوالا عادي في البلدي ما دخلش قاعديه غير بالمغرف رونتها. ومن بعد زدت لها غير شويه تاع ماء دافي باسكو باش تتلملي كيما يخص. ثم ديروا داك الكاس تاع الحليب ولا شفتوها ما تلمتلكمش زيدوا لها غير رشه تاع ماء بهذاك الكاس اللي درتوه. انا ما زدتش كاس واحد اخر تاع ماء راني نقول لكم. الوغ ما عجنتها ما والو غير لميتها شغل راني نلم فيها نعطيها واحد الشكل. ومن بعد رايحه نديرها في الساشيه ونخليها تريح. هذه العجينه يليق تروبوزي غير شويه ماشي حتى تخمر تخمر تخمر. راني نقول لكم ما يليقش حتى تخمر بزاف غادي نخليها تروبوزي شويه بلا ما غادي نخدم لافارس تاعي. لافارس تاعي شوفوا نتوما ديروا اي لافارس بغيتوها بغيتوها بالخضره باللحم بالطون بالبواسون بلا والو كيما بغيتو. انا درت فيها لافارس تاعي اللي هي حطيت في المقله بصله ربيتها حبه بصله تكون كبيره مادامكم تكثروا البصله مادامها تجي بنينه. زدت لها شويه زيت زيتون وزدت لها ثاني قليت البصل تاعي ودرت ثاني المعدنوس. المعدنوس راكم شفتوا انا خرجته من الكونجيلاتور نكيه ونساويه ونجبده ديريكتومون. وزدت لها لا فيوند داشي وتبلتها بالحرور وندير لها ثاني نواط موسكاد فوالا. وهذا مكان وشويه تاع ملح بيان سور ما ننسوش. هنا نسيت باش نقول لكم الثوم قليلا من الثوم البودره نستعملها بزاف باسكو ساهل ماهل وجي خدمته سهله. انا توجور لاخر نخليه في اطباق اخرين.
من بعد ما طابت لي هذيك الكفته غير ندبلها شويه ما طيبوهاش حتى تولي عاصيه، ما نبغيش الكفته تاعي عاصيه. زدت لها زوج مغارف كبار تاع لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد وتخلوها غير تكتك هكا شويه تشد روحها، ما تجيش ناشفه اللي قدي شويه جاريه باش لا تورت تاعكم ما تجيكمش ناشفه من الداخل. هذه هي العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، لو طون اللي خدمت لا فارس تاعي راني جبتها من الفريغو، نسيت باش ما نقول ما قلت لكمش بلي دخلتها في الفريغو تريح. فوالا حليتها على هذا السمك، السمك ما يجيش عريض بزاف وما يجيش ثاني رقيقه بزاف باسكو فيها الخميره وغادي تطلع لنا شويه. فوالا المول تاعي هذا هو اللي راكم تشوفوا فيه، ماشي كبير بزاف، تقول ديمونسيون والله ما على باليش على ديمونسيون تاعها. بون درت لها غير شويه فرينه، هي ما تلصقش معنا لاباط بصح والبلا تاعي ينقلع فاسيلمون ثاني. الوغ بيان سور طلعت الحوافي حتى الفوق باسكو غادي نعمر لا تورت تاعي، قلحت لها العجينه اللي راها زايده فوالا. هي من بعد شادت لها درت لها شويه فرماج غابي دابور من التحت. شوفي هاد العجينه ما بيكيتها من التحت ما والو، الوغ مش قاش تسقسوني خاطرش ما تنتفخ بزاف ما والو. حطيتها هذه هي لافارس تاعي اللي راكم تشوفوا فيها بعد ما بردت غير شويه، ماشي بزاف مازالها شويه حاميه باسكو غادي نخدمها ديغيكت وندخلها للفوق ديغيكت ما نخليهاش حتى تطلع. وهنايا سويتها مليح وعاود ثاني ريحه نزيد لها ثاني شويه تاع فرماج من الفوق وكتومه واش بغيتو ديروا لها كوم فرماج. انا درت لها غير الفرماج غابي العادي فوالا، ما فيهش ما يكونش مالح بزاف ثاني باسكو الا كان درتو لا فارس تاعكم مالحه يفو فيغ اتونسون. كيما قلت لكم بغيتو ديروها بالخضره، انا مداني نديرها بالخضره بالبصل بالكابويا شوفوا اشكال واشكال واشكال، ولا بالطون ميم ثاني خليط تاع الطون ولا كيما بغيتو شكلوها. ليسونسيال العجينه هذه هي اللي نخدم بها بزاف معجنات مالحه اللي تجي فريمون تشهي تشهي تشهي. الوغ العجينه تاعي الفوقانيه كيف كيف ثاني درتها بنفس السمك وحليتها وحطيتها فوق العجينه الاخرى وبيديا كما راكم تشوفوا راني نحوس نضغط عليها في الحواشي باش ما تنحليش وباش تدي لي ثاني شكل يكون شباب. بغيت نعطيها هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه هنا لا كوبات اللي خدمت بها اللي قطعت بها البطاطا، هذه هي غير باش نشكلها من الفوق. تبغوا ما ديروش ما ديروش فوالا باسكو كل واحد انا نبغي نزوق بزاف ليسونسييل نبغي توجور نعطي الشكل ومظهر شباب الخدمه تاعي، توجور نعطي هذيك لا توش تاعي باش نحس باللي خدمتها من قلبي واللي ياكلها ثاني راكم تشوفوا تجي هذوك لي تراس يجوا باهيين. فوالا لا تور تاعي بعد ما دخلتها للفوق طيب 180 طيبوها هكاك كي تشوفوها حمارت. دهنتها بالبيضه ما قلت لكمش وزدت لها شويه جنجلان، شوفوا تجو تجي تشهي والله غير تجي شنو نقول لكم ما شاء الله. وتعجبني باسكو سهله في خدمتها وسريعه وما تديلكش وقت بزاف باش تقعدي غير لاصقه فيها ولا. والطاجين تاعي ها هو وين راه وجد كما راكم تشوفوا معايا يجي ثاني ما شاء الله. انا نموت على الطواجين، شوفوا الطاجين تحطوا فيه ما تحطوا البنة ما شاء الله روعة روعة روعة. ما شا نقول لكم ما تحرموش من نفسكم من هاد الطواجين، طيبوا فيهم الماكلة تجي ولا أروع. جبت تاني كانت عندي حريرة ينسوك في الكونجيلاتور، أنا ولدي كان باغي الحريرة اليوم بون ما بغيتش نبقيها في خاطره، كانت عندي ديجا الحريرة واجدة غير البويون وأنا من بعد ندورها من بعد نعاود نتقاسم معكم هاد الفكرة اني ديجا درتها بصح نعاود نتقاسمها معكم باسكو فريمون حريرتي يقولها ولدي حريرت العرس تجي واحد بنا فيها ما شاء الله. راني نشكر فيها ونعاود باسكو والله الا بنينه. حبيبه قلبي كان هذا هو الروتين تاعنا تاع نهار اليوم، كيما شفتوا تقاسمت معكم يومياتي واش ندير فيهم واش نقد نتقاسم معكم، راني نتقاسمه ان شاء الله الافكار تاعي دائما يفيدكم. وما تنساوش تشجعوني بتعليقاتكم باللايكات بالتدعيم تاعكم، وما تنساونيش تاني بارطاجوا لي فيديو بارطاجوا رابط القناه مع صحابكم مع احبابكم باش هكاك القناه تاعي تزيد تكبر بالفضل تاعكم. انا بلا بكم ما نقدش نواصل وميرسي بوكو ميرسي 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 انورمومون الناس اللي مساندتني وديما باقيه معايا وتحفزني باللي كومونتير تاعها. نقول لكم نموت عليكم ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر مع روتيناتي اليوميه اللي ديما نفرح كي نتقاسمها معاكم. حبيبه قلبي بقاو على خير، ا تري بيانتو ان شاء الله.